هذه الاخت طبعا ساكنه بالاجار، راح اوريكم الغرفه اللي ساكنتها الحين ما شاء الله. اجارها 140 دينار. هي كانت هي مطلقه من سنه 92 اعتقد تقريبا كذي، كل اوراقها جاهزه، ثبوتياتها جاهزه، اقامتها صالحه للعمل، عندها معامله كويتي، تتعامل معامله الكويتيين لان عندها ابن من الجنسيه الكويتيه. هذه الحاله اتصل التليفون امس قبل البرنامج وقلت لها صوري خليني اشوف المكان، وشفنا المكان وكان المكان جدا مؤلم. طلعنا انا وعايد امس بالليل ورحنا شفنا المكان. ما ابي اقول لكم المكان يضيق الخلق ولا ابي اقول لكم المكان يزعل، ابي اقول لكم كلمه واحده، ابيكم تثبتون على كلمتين، تثبتون على موضوع لما انا اقايس الغرفه، وابيكم تثبتون على الكلام لما تروح المقبره شو تقول حق امها، وابيكم تثبتون شنو الكلمه اللي تقولها حق ولدها. عطنا التقرير. هذا انا عايشه صار لي سنتين هنا عايشه، وانا ام ولدي كويتي وهاجرني وما عندي حدا وعايشه بروحي، صار لي سنتين هنا بالعماره. يعني اتصال حاله انسانيه ما ندري يعني لها يعني بنشوف الحاله الحين. تعالوا ويانا يعني. بس قبل هذا الشيء مكان ترى بالحوش اللي ورا حق العمارة. هذه الغرفة الحين بس هاي بس هاي. هذا سرير منا أنام ومنها منا سرير ومنا أنام. وهاي ملابسك هني أغراضك حطينهم. ليش حر كذي؟ بيت الزكاة شو اسمه كانوا يعطوني قبل 340، بعدين قالوا لو روحي جيبي واسطة، صار يعطوني كل أربع شهور 100. قالت روحي تصرفي، روحي اشتغلي، روحي سوي، روحي يعني هاي. طب قلت لها شلون بعيش؟ طب أنا ما بيدي شيء يعني، أنا ما بيدي شيء. يصير قبل لا أكمل وياك آخذ جولة بس. هذا هو نفس الفراش، وهذا هو نفسه القنفة اللي تقعد عليها بالضبط بالضبط تحديدا. لو انا حطيت يدي هني هذه بداية الغرفة وهذه نهاية الغرفة، وانا واقف مكاني هذا حجم الغرفة بالضبط اللي قاعد تشوفونه. تعال تعال هاي تعال، هذا بالضبط المطبخ، هذه الشولة، هاي البرادة، وهاي العفسة. انتهت الغرفة انتهت. تعال تعال هذا ما ابي يعني اصور بس هذا الحمام تحت الشقة. ام عبد الله هذه الاوراق كلمي عليها شنو؟ طبعا انا مطلقة وعندي ولد كويتي وهاجرني، طبعا هذه هوياتي وش اسمه، وعندي بيت الزكاة، هذول كل أربع شهور يعطوني مرة. حتى في وحدة مرة من الخوات تقول لي شو اسمه روحي جيبي واسطة، قلت ما عندي واسطة، من وين أجيب واسطة؟ قالت لي ما تستاهلين، كل أربع شهور تاخذين بس 100، غير كذي ما نعطيك، أو نعطيك يمكن 25 دينار بس بالشهر. طبعا صار لي سنتين حاولت فيهم، حاولت المستحيل، وكل كل كل أربع شهور نجدد الأوراق نجيب لهم. أنت الحين هي أجارك 120 صح؟ 140 140، وانا ما عندي مصرف، مصرف ما عندي، ما اروح جمعيه، ما اجيب اكل، ما اجيب شيء. يعني ما تشتغلين شيء ولا ما اشتغلين؟ لا ما اشتغل، ربة بيت، مكتوب بالهويه ربة بيت، لانه ملحق بعائل على ولدي. جميل وليمون عشان يسكر النفس. شلون قاعد تدبرين لقمتك اكلش احنا برمضان اول يوم رمضان اليوم؟ والله اليوم امانه والله العظيم اليوم والله العظيم ما فطرت، وكافي عندي زنجبيل وليمون، مسويه زنجبيل وليمون بحيث اني اشرب عشان اسد نفسي عشان ما اكل، ما عندي
ما عندي، اروح الجمعيه ما عندي. اذا بقول حق واحد اعطيني او حق جيراننا يقلبون علي اساعد. الحين احنا الساعه 12 بالليل الحين، يعني باقي 3 ساعات وراح نمسك، يعني سحور ما عندك؟ لا ما عندي. تحلفين بالله؟ احلف بالله. افتح الثلاجه قام اجيب لك الزنجبيل والليمون اشربه بس عشان اسد نفسي، عشان ما عندي اكل. اكلت اكلت، ما اكلت خلاص عادي ما يهمني. انا ما باذن نفسي، انا انسانه تعبت. انا اقول لك يا انسانه تعبت خلاص مت، يعني انا انسانه تعبت تعبت تعبت، يعني ما خليت باب، ما خليت دنيا، ما خليت حاله، بس ماكو فايده. يعني بيت الزكاه اترجاهم اترجاهم. طب بس معاش، ما باذن، بس ما باذن نفسي، ما باذن نفسي، انا ما باذن نفسي. ما ابي اطلب، بس قولي لي شنو المسج اللي توصلين؟ شوفي احنا بلد خير، وانا اوعدك ان الناس مو شايفه، لو الناس شايفه ادري. شنو اللي تبينه من اهل الخير؟ ابي من اهل الخير يساعدوني، حدا حدا يكون ابن خير انه يقول لي انا اعطيه شهريا بس عشان ما اندل، بس ابي شهريا، ما ابي ادل نفسي. كل ما تقول نفسي اروح الجمعيه، طب نفسي اشتري هالشيء، طب بنفسي فيه بس مو قادره. ابي حد يعمل لي شهري، ابي حد بس يعمل لي شهري عشان ما اندل. وانا ما ابي اقول هالكلام وبتشيك، بس هذا حرقت قلبي. ولد اللي هد امه اليوم تقبل الله، ترى الخير والبركه هذه. انا بسمعك بدنك. هذه اللي تبكي خلصت، هذه اللي تبكي قسما بالله دمعتها تسوى الدنيا ما في. وانا اطلب من الخير، ما ابي اجار، انا اسال اي واحد فيكم عنده مكان شقه، مكان يستر عرض المراه هذه، بس خلي تصرفينا ايش الساعه يامن لها مكان لمده سنه، واهل الخير ما يقصرون بالاكل. واوعدك قولي إن شاء الله، إذا الله أعطانا عمر باكر إن شاء الله أعرض الحلقة عقب باكر، فطورك موجود إن شاء الله. ما قصرت يا رب، إن شاء الله يا رب بيض. ما عندي إحنا اللي علينا كإعلام بينا الصورة، دور الباقي عليكم أنتم.